بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تفرج بها الكرب عن أمته، وتجمع كلمتهم، وتولي بها عليهم خيارهم. اللهم اكفنا ما أهمنا من أمري الدنيا والآخرة يا رب العالمين، اكفنا السوء وسائر المسلمين بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير، يا نعم المولى ويا نعم النصير، غفرانك ربنا وإليك المصير. اللهم ما يسرته لنا مما تحب فاجعله عونا لنا فيما تحب، وما زويته عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب. اللهم إنا نسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك لسانا صادقا وقلبا سليما، نعوذ بك من شر ما تعلم، ونسألك من خير ما تعلم، ونستغفرك مما تعلم. اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهب همومنا وغمومنا، ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما يجهلنا. اللهم اجعله حجة لنا لا علينا يا رب العالمين، حققنا بحقائقه ونورنا بأنواره، واملأ قلوبنا بحكمه يا رب العالمين. اللهم اجعله مؤنسا لنا يوم العرض على في قبرنا، وشفيعا لنا يوم العرض عليك يا رب العالمين، وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما. وشفع فينا حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة يا رب العالمين، واجعله روحا لذاتنا من جميع الوجوه يا رب العالمين. ونسألك أن تخلقنا بأخلاقه الكريمة، فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، وأن تصرف عنا سيء الأخلاق، فإنه لا يصرف عنا سيء إلا أنت. اللهم ارحمنا وارحم والدينا ومشايخنا وعلماءنا وآل بيت نبينا وجميع المسلمين، واختم لنا ولهم بخاتمة السعادة أجمعين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أما بعد، نكمل قراءة كتاب حشية الشيخ إبراهيم البيجوري على شرح ابن قاسم الغزي على متن الغاية والتقريب للقاضي أبي شجاع في فقه السادة الشافعية رحمهم الله تعالى، ونفعنا الله بعلومهم وعلوم مشايخهم في الدارين آمين. وما زلنا في أحكام الإجارة، وقلنا أن الإجارة وهي بكسر الهمزة في المشهور وحكي ضمها، وهي لغة اسم للأجرة، وشرعا عقد على منفعة معلومة مقصودة قابلة للبذل والإباحة بعوض معلوم، وشرط كل من المؤجر والمستأجر الرشد وعدم الإكراه. وخرج بمعلومة، هو قال إيه؟ منفعة معلومة. كلمة معلومة دي خرجت الجعالة، وحناخد الجعالة في الباب اللي بعد الإيجار. وبمقصودة استئجار تفاحة لشمه، وبقابلة للبذل منفعة البضع، فالعقد عليها لا يسمى إيجارة لكن يسمى نكاح أو عقد زواج. وبالإباحة إيجارة الجواري للوطن، وبعوض الإعارة، وبمعلوم عوض المساقاة. ولا تصح الإجارة إلا بإيجاب كأجرتك، وقبول كاستأجرت. وذكر المصنف ضابط ما تصح إجارته بقول وكل ما أمكن الانتفاع به مع بقاء عينه، كاستئجار دار للسكنة ودابة للركوب صحت إجارته، وإلا فلا. ولصحة إجارة ما ذكر شروط، ذكرها بقوله إذا قدرت منافعه بأحد أمرين، إما بمدة كأجرتك هذه الدار سنة، أو عمل كاستأجرتك لتخيط لي هذا الثوب، وتجب الأجرة في الإجارة بنفس العقد، وإطلاقها يقتضي تعجيل الأجرة إلا أن يشترط فيها التأجيل، فتكون الأجرة مؤجلة حينئذ. ولا تبطل الإجارة بموت أحد المتعاقدين. احنا واقفين هنا ده. ولا تبطل الإجارة بموت أحد المتعاقدين، أي المؤجر والمستأجر.
ولا بموت المتعاقدين، بل تبقى الإيجار بعد الموت إلى انقضاء مدتها، ويقوم وارث المستأجر مقامه في استيفاء منفعة العين المؤجرة، وتبطل الإيجار بتلف العين المستأجرة كانهدام الدار وموت الدابة المعينة، وبطلان الإيجار بما ذكر بالنظر للمستقبل لا للماضي، فلا تبطل الإيجار فيه في الأظهر، بل يستقر قسطه من المسمى باعتبار أجرة المثل، فتقوم المنفعة حال العقد في المدة الماضية، فإذا قيل كذا يؤخذ بتلك النسبة من المسمى. الحتة دي هنشرحها، احنا بنقرأ بس هنشرحها ان شاء الله، عشان ايه شكلها كده ايه يعني غير مفهوم عند ايه من يقرأها متسرعا. وما تقدم من عدم الانفساخ في الماضي مقيد بما بعد قبض العين المؤجرة، وبعد مضي مدة لها أجرة، وإلا تنفسخ. يبقى إما يتكلم إمتى تبطل وإما تنفسخ، وإلا تنفسخ في المستقبل والماضي. وخرج بالمعينة ما إذا كانت الدابة المؤجرة في الذمة، فإن المؤجر إذا أحضرها وماتت في أثناء المدة فلا تنفسخ الإيجارة، بل يجب على المؤجر إبدالها. وحنقف هنا، اللي هو أعلم أن يد الأجير على العين المؤجرة يد أمانة، دي نخليها لمرة الأخيرة، اللي هل يد ضمان ولا يد أمانة، ومتى يضمن المستأجر، دي هنناقشها المرة دي. نبتدي بقى إيه من حيث وقفنا. كان بيقول هنا ولا تبطل الإيجارة بموت أحد المتعاقدين، أي ولو ناظرا في وقف. الشيخ البيجوري بقى بيعلق على الكلام ده بيقول إيه، أي ولو ناظرا في وقف من حاكم أو منصوبه، يعني ولو كان أحد المتعاقدين ده ناظر على وقف. الوقف ده واحد بيوقف وقف يعني جزء من ماله على أن ينتفع به طائفة معينة من المحتاجين، اسمه الوقف، ويعين عليه ناظر مسؤول عنه علشان يعني يقوم بمصلحته ويحصل الأجرة وينفقها في ايه، في الموقوف عليه، ده اسمه ناظر الوقف، دي وظيفته، وياخد مقابل هذا أجرة. كويس. طيب لو كان ناظر الوقف ده مات، اللي هو بيأجر الوقف علشان يحصل على الإيجار ثم بعد ذلك وينفقه على الموقوف عليهم، لو مات ناظر الوقف ده، وناظر الوقف ده ايه معينه مين، من حاكم، اللي عينه حاكم، حاكم البلدة مثلا او منصوبه او عمدة القرية، اللي هو يعني بالنيابة عن الحاكم مثلا، يا إما الحاكم نفسه يا إما اللي وكله الحاكم بالقيام على هذه الأوقاف، زي الوقت وزير الأوقاف مثلا، ده منصوب الحاكم على الأوقاف. كويس. فهو مسؤول إن هو يراعي مصالح الأوقاف ويحصل منافعها وينفقها فيما أوقفت عليه. واضح. يبقى لي منصوب الحاكم، يا إما الحاكم نفسه يا إما منصوب الحاكم، يعني من عينه الحاكم بالنيابة عنه ليقوم على هذه المصلحة، أو من شرط له النظر على جميع البطون، لأن ممكن يبقى ناظر الوقف ده يكون الوقف ده مقسم إلى أجزاء. كويس. كل جزء ده يسموه بطن من البطون، وده ناظر على البطون دي كلها. كويس. له النظر على جميع البطون، أو من شرط له النظر على جميع البطون، يعني كل دول يا إما الحاكم أو منصوبه أو من له النظر على جميع الأوقاف. واضح. يا دي يا دي يا دي، أي واحد في دول. إلا إذا، إمتى بقى، إمتى يستثنى؟ إلا إذا كان الناظر هو المستحق للوقف. افرض ووقفوا على الفقراء والناظر ده فقير، فهو ده من ضمن المستحقين لأنه برضه فقير، يعني وناظر الوقف وفي نفس الوقت هو من المستحقين. واضح. فأصبح معين، يعني تعين الشخص
فلو تعين الشخص ومات يبقى خلاص هتبطل الإيجار. فهمتني بقى ازاي؟ لأن الشخص متعين، العقد هنا تعين على شخص معين، إنما عقد الإيجار لو مش متعين على شخص معين ما يبطلش بموت أحد المتعاقدين، لأن ممكن الورثة تنتفع. فهمت المسألة؟ إلا إذا كان الناظر هو المستحق للوقف وآجره بدون أجرة المثل فإنه يجوز له ذلك. يبقى في الحالة دي لو هو المستحق للوقف وأجر الوقف ده بدون أجرة المثل، أقل من أجرة المثل، لأنه أصلا هو اللي هيستحق المال ده، فله أن يتنازل عن جزئه، فراح مأجره أقل، يعني مثلا عنده فدان أرض وقف وهو ناظر عليه، والوقف ده للإيه؟ للفقراء، وهو فقير، فأصبح الفدان ده إيراده بيروح عليه، كويس؟ فراح مأجر الفدان ده، بدل ما بيتأجر في السعر العادي 5000 جنيه في السنة، راح مأجره هو بأقل من أجرة المثل، أجره بألف جنيه في السنة. فهمت؟ أدي أقل من أجرة المثل. وآجره بدون أجرة المثل، يعني أقل من أجرة المثل، فإنه يجوز له ذلك لأن الحق له طالما من هو منتفع. لكن لو كان الناظر هنا بيشرف بس، مش منتفع من الوقف، يعني مستأمن، ما ينفعش يأجره بدون أجرة المثل، ما ينفعش يأجره بدون أجرة المثل، لأنه بيتنازل عن حاجة هو لا يملكها. واضح؟ فإنه يجوز له ذلك لأن الحق له. علشان تعرف بقى إيه قضية بقى بيع الغازات في إسرائيل بسعر دون السعر الحقيقي، ده خيانة عظمى، والعقد ده المفروض يبقى باطل، وما نقولش إحنا مضينا عقد لأنه باعه بدون أجرة المثل، وهو ليس من مستحق الوقف، ده هو مستأمن وهو مش من المستحقين، ده حاكم. فهمتني بقى إزاي؟ فتروح على طول لما تيجي تطبقها تقول إن عقد بيع، عقد بيع، لأن عقد البيع يشبه في الانفساخ وفي البطلان عقود الإيجار. واخد بالك إزاي؟ لو باع بدون بأقل من أجرة المثل وهو أصلا غير مستحق وغير مالك ومستأمن، يبقى دي عقود باطلة. ما نقولش بقى أصل إحنا ماضيين العقد، ما ينفعش، ماضيين العقد إيه؟ ده عقد باطل شرعا وقانونا، والقانون كمان كده، حتى القانون الوضعي كده. إنما يجوا يضحكوا على الناس يقول لك معلش إحنا مرتبطين بعقد واحنا ماضينا خلاص هنعمل ايه، والناس بسطاء ما يعرفوش الاحكام الشرعية ولا القوانين، يقوم يضحك عليهم، ما ينفعش، حرام، خيانة. كلمة مستحق هنا يعني بمعنى ان هو يعني انا مثلا عندي فدان ارض زيادة عن احتياجاتي، رحت حطيته لولاد اخويا الايتام، وقف الاولاد اخويا الايتام وذريته من بعده، فخدوا ولاد اخويا دول هذا الفدان ما يقدروش يبيعوه لانه واقف، يفضلوا ايه اجروه ويزرعوه، يأجروه يزرعوه يستفيدوا بايه؟ بحصيلته، فهم منتفعين بيه لكن مش ملاك. هنا لو اجروه بدون اجره المثل ما يجراش حاجه، لان هم متنازلين عن حقه لان هو مستحق ليهم. لكن انا اديت الفدان ده لواحد تاني مستأمن ناظر، قلت له ده تنفقه ليه؟ على الفقراء من طلبة حفاظ القرآن الكريم مثلا، وقف كده على حفاظ القرآن الكريم الفقراء، فأصبح هنا ما يقدرش يأجره بدون ثمن المثل لأنه يبقى خان الأمانة. فهمتني؟ لأنه هو مش من ضمن المستحقين. واضح؟ وآجره بدون أجرة المثل فإنه يجوز له ذلك لأن الحق له. فإذا مات في أثناء المدة انفسخت في الحالة دي، أجره هو من ضمن المستحقين، احنا بنقول لا تنفسخ الإيجار بموت أحد المتعاقدين. امتى بقى تنفسخ بموت أحد المتعاقدين؟ عايز يجيب لك الاستثناءات، فاهم؟ تنفسخ بموت أحد المتعاقدين لو كان هنا وقفا وكان ناظر الوقف من المستحقين وأجره بدون أجرة المثل ثم مات، انفسخ العقد. فهمتني ازاي؟ اهدي استثناءات.
لأن الحق له، واللي مات صاحب الحق مات خلاص انفسخ. فإذا مات في أثناء المدة انفسخت، كما قاله مين؟ ابن الرفعة. ولو شرط الواقف النظر لكل بطن من البطون مدة حياته، وأجر البطن الأول من الموقوف عليهم العين الموقوفة مدة، ومات البطن المؤجر قبل تمامها، انفسخت الإجارة لأنه انتقل استحقاق الوقف بموت المؤجر لغيره. دي برضو مثال تاني في الأوقاف يعني. هنا ولو شرط الواقف النظر لكل بطن من البطون مدة حياته، يعني قال له الناظر الوقف يا عبد السميع، ده ناظر الوقف اسمه عبد السميع ابن فلان، كويس؟ يعني حدد شخصية معينة، شخص معين، قال له انت ناظر هذا الوقف مدة حياتك، مدة حياتك، العقد بيني وبينه في النظارة ايه؟ مدة حياة هذا الانسان. فاذا مات يبقى انفسخ العقد لان ارتبط بالشخص المعين ده، ما ينتقلش نظارة الوقف لورثة هذا الرجل، فهمتني ازاي؟ لا تنتقل للورث لان هي مقيدة بفلان، واضح؟ فعلى شكرا بيقول ايه؟ ولو شرط الواقف النظر لنظارة الوقف يعني لكل بطن من البطون مدة حياته، واضح؟ وأجر البطن الأول من الموقوف عليهم العين الموقوفة مدة، ومات البطن المؤجر قبل تمامها، انفسخت الإجارة لأنه انتقل استحقاق الوقف بموت المؤجر لغيره، واضح؟ ولا ولاية له عليه، وتنفسخ أيضا بموت الأجير المعين. أنا أجرت واحد معين، اتفقت مع الشيخ محمد ابن عبد الله يحفظ أولادي القرآن على إنه حيأتيهم في الشهر 6 أيام في الشهر مقابل 200 جنيه، كويس؟ عشان يجي لهم كل شهر 6 أيام يحفظهم القرآن. أجرتك كام يا شيخ محمد؟ 200 جنيه، مدة الحصة ساعة، واضح؟ طيب عملنا العقد ده ومشي وعاملينه لمدة سنة، جاء الشيخ محمد بعد 6 أشهر مات، انفسخ العقد. ما ينفعش يجي لي بقى أولاد ويحفظوا العيال يكملوا بقية السنة بتاعت أبوه، ما يمكن ما يعرفوش يحفظوا، فهمتني ازاي؟ لأن أنا هنا المستأجر بقى متعين، يبقى الأمثلة اللي فاتت كان المؤجر هو المعين فمات بموت هذا المعين، والمثال الثاني هنا المستأجر معين، أنا جبت حتة قماشة وعايز أعملها بدلة، قالوا لي الترزي الفلاني اللي في وسط البلد ده أحسن ترزي هيعمل بدلة، رحت ليه بالاسم عشان ده إيه راجل مشهور، فرحت اديته البدلة وخد المقاس وقال لي تعالى بعد شهر تعمل بروفة وبعد البروفة بأسبوعين تستلم. بكام؟ قال لي أنا باخد 600 جنيه في خياطة البدلة، الراجل مشهور بقى، هي أصلا البدلة بتتعمل ب 300 مثلا، هو قال لك ب 600 جراش حاجة عشان راجل إيه من أهل الخبرة. جه الراجل ده خد القماشة وحطها عنده، دخل العناية المركزة بعد يوم لا قص ولا عد، وبعدين عديت بعد شهر قالوا لي ده مات خلاص انفسخ العقد، اخد منهم حتة القماشة لان انا كنت عايز فلان ده بالذات هو اللي يعمل، فلان ده بالذات ما ينفعش بقى الصنايعي بتاعه او ابنه اللي كان بيساعده في المحل، لا انا مش عايز دول، فهمتني بقى ازاي؟ لان انا عايزه هو المتعين، يبقى ساعتها انفسخ عقد الايجار بموت ايه؟ المستأجر هنا، فهمت ازاي؟ يبقى في عندي مؤجر ومستأجر، المؤجر اللي هو صاحب القماش والمستأجر واخد بالك اللي هو مين؟ الخياط، وهكذا. فالأمثلة كتيرة، العلاقات كتيرة في باب الإيجار، معظم علاقات، علاقتك أنت مع الحكومة، أنت مع الحكومة راجل بتشتغل دكتور في المستشفى الفلانية تخصص كذا، واخد بالك؟ تعاقدت مع الحكومة أنك أنت وظيفتك استشاري مقابل في الشهر تاخد مبلغ كذا
وليك اجازه يومين في الاسبوع. خلاص عقد كويس. جيت انا مت ينفع اجيب ابني؟ يبقى هو استشاري الجراحه ما ينفعش، مش هتنتقل للورثه، لان هو انا هو مأجرني انا لخبره فيا انا بالذات. فهمتني ازاي؟ وادميه معينه، فما ينتقل، بخلاف عقد ايجار الدار معينه للسكنه. انا مأجر العماره دي اسكن فيها، واخد بالك، ساكن فيها انا وولادي. جيت انا مت ينتقل العقد للورثه. خلاص يفضلوا ساكنين لحد ما تنتهي مده العقد. افرض انا مأجرها 10 سنين ومت انا بعد 5 سنين، ولادي اللي هم ورثتي يستمروا في العقد شغلين العقار، واخد بالك، زي لمده ال5 سنين الباقيين. واضح؟ لان ده سكنه، السكنه مش متعين بشخص معين. فهمتني ازاي؟ ففيها فرق بين العقود المتعلقه بشخص معين والعقود المتعلقه بمنفعه ومش مهم الشخص. زي انا مقطع التذكره اسافر بيها اسكندريه، علاقتي مع السكه الحديد ايه؟ عقد ايجار، بس ايجار على الذمه، لان انا مش محدد القطر اللي هسافر فيه ولا نوعه، ولا شفت الكرسي، ولا شفت العربيه شكلها ايه. ده انا قطعت التذكره قال لي تيجي الساعه 6، القطر هيقوم الساعه 6 لاسكندريه. جيت انا قطعت التذكره وروحت البيت، جالي سفريه لحته ثانيه، فروحت اديت التذكره لابني، ركب القطر سافر. ينفع؟ فهمتني ازاي؟ لان هنا التذكره دي لاي شخص، لواحد، لمكان، مش متعين، مش اسم معين. فهمت بقى المساله؟ يبقى اذا كان باسم معين زي تذكره الطياره ما ينفعش، لانه بيكتب اسمك. تذكره الطياره يكتب اسمك ويكتب رقم الجواز السفر. فهمتني ازاي؟ فما ينفعش انك انت تديها لابنك عشان انت انشغلت، طب روح انت. لا، ده لازم يروح للشركه تاني يغير العقد باسمه. فهمتني ازاي؟ يبقى في عقود متعينه باسم الشخص وفي عقود مش متعينه باسم الشخص، اي واحد يستفيد بيها. فالعقود اللي مش متعينه باسم الشخص لا تنفسخ عقد الاجاره بموت احد المتعاقدين او حتى كليهما. او كليهما. يعني وزير الاوقاف عنده عماره في وسط البلد اجرها للاطباء عيادات، وهو يحصل الايجار الشهري منهم. واخد بالك ازاي؟ وياخده ينفقوا على ما وقفت عليه، اذا كانوا فقراء، مرضى، بتاع اي حاجه. واضح؟ جاء وزير الاوقاف ده مات، يفضل العقد مستمر. جاء احد الاطباء ده مات اللي هو مأجر، يفضل العقد مستمر لابنه من بعده. ان هو اجرها عيادات، مش عياده لفلان، لا ده عيادات. يبقى اي واحد بقى، اي دكتور يجي يفتح ويكتب اسمه، خلاص تمشي، لان انا مش متعين، الشخص غير متعين. فلازم تميز بين النوعين دول، اللي فيها تعيين للشخص تنفسخ بموت احد المتعاقدين، مفيش تعيين للشخص لا تنفسخ بموت احد المتعاقدين، بل يستمر العقد ويستفيد به الورثه يحصلوا. فهمت بقى الحكايه؟ اذا فهمت كده بقى ممكن ما تقراش شرح الشيخ، لان شرح الشيخ بيحاول يشرحه لك بما كانوا عليه في ازمنتهم في الزمن بتاعه. انا بحاول ان انا احوله لك الى عقود جاريه الوقت في زماننا. اتفضل. بخصوص موضوع الشقه، اذا كان المستاجر باسم، ايوه، انا استاجرت الشقه ولكن انا مش مستفيد بيها دلوقتي، يعني شقه جار وانا قاعد في مكان ثاني انا وعيالي. لكن انت معاك المفتاح. لا، وعيالي تزوجوا وبعدين انا بقى مت. ما هو احنا واحد فيهم يروح يعني يفضل الايجار مستمر وهو ليه شقه ثانيه؟ لو لازم يكون عقد الايجاره الصحيح شرعا مؤقت. احنا اتكلمنا ده على في اول قعده. يعني العقود دي، ما هو الغير مؤقت ده مش عقد ايجاره، ده عقد باطل. مش قايلين هنا؟ قايلين في التعريف هنا مده معلومه. مده معلومه. يعني لا، الغير مؤقت ده غير شرعي، ما علشان كده فقهاء القانون المصري لغوا حكايه العقود اللي كانت معموله زمان المؤبده دي، وخلوها العقود الايجار الجديد اللي هي عقود مؤقته، لان قالوا دي غير شرعيه. بس هو عملها عبد الناصر كده هي علشان يمنع اضطراب معين على حسب فهمه وخلاص، سواء بقى كان يوافق الشرع او ما يوافقش الشرع، وما كانوش ماشيين اصلا بتفكير شرعي وما تفكير ثوري.
التفكير الثوري ده يعني لا ينضبط بضابط، لكن لما جم فكروا في الحاجات دي اللي هي زي عقود القديمة. عنده مثلا ساكن، انا كنت ساكن في شقتي في المنيا قبل ما اجي هنا، دي كان واخدها حماية لما اتجوز. شوف، وبعدين لما جيت انا اتجوزت ادهاني، لانه كان قافلها 20 سنة بعد ما عمل وبنى في المهندسين. فمن حق احدى بناتي او ابنائي يستفيد بيها على حسب القانون الوضعي. فكنا قاعدين في الشقه دي لحد ما ربنا اكرمنا وبنينا هنا، رحنا سبناها للناس، سبناها لهم بلا مقابل. حرام. في ناس يقول لك لا انا اخد مقابل. لما تاخدش مقابل، ده كفايه انك انت كنت قاعد بعقد اصلا باطل، واخد بالك؟ والدرجه كانت شقه في الشارع المنيل العمومي، وايجارها في الشهر 3 جنيه وربع، كنا ندفع لهم 50 جنيه في السنة. يعني كأنك مش ساكن، كأنك ببلاش. فحرام العقود اللي زي دي. ما احنا قلنا لازم يكون عقد ايه؟ مؤقت، وإلا تبقى إيجارة باطلة. إيجارة باطلة. ولو كان التأقيت ده مدة طويلة ينفع. يعني ممكن أقول عقد إيجارة لمدة 40 سنة. بس المهم أنص عليه. فهمتني إزاي؟ لازم عقد إقرار ينص على المدة، وإلا يبقى عقد باطل. فهمتني إزاي؟ فإذا نص على المدة وما حددش الشخص، يبقى ورثته يكملوا بعده، بس يكملوا المدة. فهمتني ازاي؟ دكتور، دلوقتي العقد الإيجار معين لشخص معين فيه، وحتى لو ما شغلش العقار، طالما معاه المفتاح وحطه في جيبه يدفع الإيجار. لكن خد بالك، لأن هو مش عايز يسكن فيه، لكن هو متمسك بيه، خلاص يدفع الإيجار. بس برضه عندنا أمل في يوم من الأيام هناخدها منه، المالك عارف إنه هيرجع له بعد الفترة المعينة دي. أيوه. الشخص دلوقتي في عقود الإيجار معين، يعني احنا بنتكلم على ان هو بيموت. لا، ما هو اسمعني بس، المعين ده بس اللي هو ايه الاسم ده، لكن هو ما بيشرطش عليك ان انت اللي تسكن. في بعض الملاك يقول لك انا عايزك انت اللي تسكن، انا عشان انا ما بسكنش عندي ناس هنا الا ثقات. لو انت مش هتسكن العقد ينص على هذا، بحيث انه لو سابها لاولاده تقول له لا، احنا كنا متفقين ان انت اللي هتسكن. عشان انت راجل مثلا ايه، بحب انا اسكن عندي الناس اللي بتواظب معايا على صلاه الفجر، عشان الجامع اللي تحت العماره دي بيبقى مهجور. فانت بتصلي الفجر كل يوم؟ قال لي اه. جماعه؟ جماعه. هتصلي في الجامع اللي تحت العماره، ايه رايك؟ وتاخد الشقه دي ايجار لمده سنه، اتفقنا معاه على كده. جاء الراجل ده مات واحنا شرطين على كده، ما يكملوش عيله الورثه. فهمتني؟ لان انا قاصد واحد ليه صفه معينه. يعني انا اخترت مؤجر مستأجر له صفة معينة، فتعينت العقد بالموصوف بها. فهمت؟ بخلاف ما اقول له ده للسكنة، خلاص هو مضى، سواء بقى هو او ولاده من بعده ما تفرقش انا معايا. فدي عقد شكل وده عقد شكل. زي ما قلت لك عقد الوظيفة، عقد الوظيفة ما ينفعش يورث. علشان كده اللي يقول لك ان احنا طالما موظفين في الجهة معينة يبقى أولادنا أحق بأن هم يشتغل، ده باطل شرعا. أبناء العاملين يقول لك أبناء العاملين، أنتوا دلوقتي أصلا اتخانقتوا مع حسني مبارك وقلتوا عليه ظالم عشان عايز يورث الحكم، ما أنتوا برضو بتورثوا الوظيفة. ما نفس القضية. فهمتني إزاي؟ صح ولا لأ؟ فهي نفس القضية، ما ينفعش. المفروض أن الوظيفة للكفء. الوظيفة للكفء، مش للإيه؟ للوراثة. وده اللي افسد كليات الطب على فكره في مصر. الطب كان زمان في مصر اقوى من كده. ليه؟ لان الطالب الكفء اللي ابوه مش استاذ في الكليه ما يتعينش، واللي ابنه في الكليه يدوله درجات اعلى وهو حتى ما يستحقهاش فتبص لا يتعين. فاصبح الناس المتعينين في الكليات وبيدرسوا للطلبه دون المستوى، فانخفض المستوى. فهمتني بقى ازاي؟ ليه؟ لان بقت وراثه، بقت وراثه. طب ما انتوا يعني اللي ما تقبلوش من غيرك تقبله لنفسك؟ عشان كده يعملوا مظاهرات يقول لك ابناء العاملين نوظفهم. طب بتعملوا مظاهرات وانتوا اصلا مطلعين الحاكم بتاعك عشان عايز يورثك؟ يعني تناقض. فهمت ازاي؟ يعني لازم بني ادم اذا حكمتم بين الناس فاحكموا بالعدل، زي ما انت بتامر غيرك امر نفسك. فهمتني بقى المساله؟ فيبقى علاقتك مع الحكومه لا يجوز فيها التوريث. ليه؟ لان انت متعين بخبره معينه، باسم معين، بكاتيجوري اللي هي يعني درجه علميه معينه قد لا تتوفر في ورثتك. حتى ولو معاهم الدرجه العلميه يمكن خبرتهم دونك.
فهمتني ازاي؟ يعني المهندس الحديث مش زي المهندس القديم، الدكتور الحديث مش زي الدكتور القديم، حتى ولو في نفس التخصص. فهمت بقى المسألة؟ في أكثر منه مثلا مش علشان كده ما فيش توريث، المفروض يبقى الوظائف تتعمل مسابقات، واخد بالك، وما يبقاش في أي معارف، والوظيفة ياخدها الأكفأ، ساعتها تبص تلاقي البلد تتقدم. إنما إذا وسد الأمر لغير أهله فسدت البلاد والعباد، وانتظر الساعة بقى، يبقى القيامة هتقوم. ما هو ينتظر الساعة يعني انتشر الفساد، فإذا انتشر الفساد تبقى القيامة هتقوم. ومن أسباب انتشار الفساد إيه؟ لأنه يوصل الأمر لغير أهله. فهمت؟ فهنا بيدي لك كلها أمثلة إيه بالمعنى اللي إحنا إيه بقوله لك ده، لو أنت فهمته خلاص. وتنفسخ أيضا بموت الأجير المعين، كأن قال استأجرتك لتكتب لي كذا أو لتخيط لي كذا. أنا أجرت واحد بخبرة معينة، خطاط يعمل لي اليافطة اللي حطها على المكتب الهندسي بتاعي، أو على المكتب المحاماة بتاعي، أو على العيادة بتاعتي. ده خطاط مشهور إيده حلو، مات الراجل، خلاص يرجع لي الفلوس وأعملها عند واحد تاني. انما يقوليش ابنه ما انا كنت مع ابويا متعلم، لا، يبقى لازم اعمل عقد جديد واشوف خطه بقى وهل ينفعني ولا لا. فهمتني ازاي؟ لان وكذلك الترزي، المثال بتاع الترزي، او لتخيط لي كذا او لتبني لي كذا. انا رحت الشركه مثلا، شركه اعمار تبني لي الفيلا بتاعتي عشان ليها سابقه عمل وهي ليها، فجت شركه اعمار بطلت ايه اعمالها وراحت وكلت شركات من الباطن تقوم بالمهمه، يبقى انفسخ العقود. تنفسخ العقود على طول، لان انا كنت عايز اعمار لان ليها كفاءه معينه وسابقه اعمال معينه، فما ينفعش تعمل لي عقود من الباطن. فكل العقود اللي عملتها الحكومه بتاعتنا في البناء والكباري والمجاري ومش عارف ايه، كل دي عقود باطله، لانها بتديها باسعار كبيره لشركات كبيره، تيجي الشركه الكبيره تديها لمقاول اصغر من الباطن باسعار اقل، وده يدي الاصغر وده يدي الاصغر ويدي الاصغر، وفي الاخر تتنفذ باقل التكاليف ومدفوع فيها اعلى التكاليف. الطريقه دي كلها عقول باطل. يعني انا لازم يكون، لا، ما هو انا دلوقتي لازم، انت لو هتبني عمارتك ملكك، تقبل هذا؟ انك تديها لشركه كبيره والشركه كبيره تديها مش عارف، وفي الاخر تديها لواحد بمقطف هو اللي يقوم بالعماره؟ هتيجي انت بقى، انت بتشرف على العماره بتاعتك بقى، تدفع الفلوس، هتبطل تدفع. تقول لهم لا، هو انا كنت قاصد انا المقاول ابو مقطف ده، انا كنت عايز كنتوا الناس اللي عندكم اجهزه كويسه تعملوا لي شغل كويس، والاتفاق على هذا. فهمتني بقى ازاي؟ في تخصصات يعني لابد من الشركه ان هي تفتح، لازم الحكومه تبطل حكايه الباطن، لان دلوقتي المشروع اللي بمليون، المشروع اللي بيتكلف مليون بيتعمل ب 20 مليون على خزانه الدوله بسبب عقود الباطل. ما هو العقد الدولة دي عقد خاص، بس ايه، بس بس ايه، بس لشخصية معنوية. يقول لك الشعب المصري، دي شخصية معنوية كأنه فرد، وانت الحكومة كأنك فرد. فهمتني ازاي؟ فأصبحت الشخصية المعنوية بمقام الشخص المعين، فلازم يراعي مصلحة موقعه. فهمتني ازاي؟ إذا كان بقى دي ينص عليها في العقود، إنما ما تبقاش بالصورة اللي إحنا كلنا شايفينها دلوقتي. اللي هي تبقى بالكامل، أنا بس الصورة. اللي هي دي حرام طبعًا قطعًا، لأن دي شغل سمسرة. وفي الآخر الشغل الواقعي اللي الناس بتستفيد بيه بأقل التكاليف وأسوأ الكفاءة، وأسوأ كفاءة. دي المشكلة. يبقى لازم الحاجات دي كلها، كل العقود دي لازم الواحد يرجع يراجعها تاني علشان يشوف هو بياكل حلال ولا بياكل حرام. وعلشان كده ليه بقى يجي في زمان ان الايه يقول لك الدرهم الحلال يكون يعني من اندر الاموال. الدرهم الحلال يعني ايه؟ يعني الحاجه الحلال صرف. فتلاقي معظم الناس اللي تعاملوا مع الحكومات السابقه وعملوا استثمارات، لو تدور هتلاقي لابد ان دخل فساد في عقودهم، لابد. فهمتني ازاي؟ طالما دول فاسدين هتبص تلاقي كل اللي ناتج عنهم فاسد. فاحنا لازم نصلح الهرم كله علشان حتى من باب تحري الحلال، بلاش مصلحه الدوله.
بلاش مصلحة المستقبل البلاد والعباد علشان الرزق اللي حاخده ده حتى يبقى حلال، او اما ما اقول يا رب ربنا يستجيب. فهمتني؟ فهي دي النقطة. احنا عندنا مثلا في الطب تبص تلاقي عندنا في بعض المهندسين الاجهزة الطبية يعمل لك جهاز بنفس مواصفات الاجنبي وب 30,000 جنيه والصيانة لمدة سنة، والاجنبي ب 300,000 والصيانة السنوية ب 10,000، التاني يقول لك لمدة سنة ببلاش وب 30,000، يقول لك لا ما نقبلوش ناخد الفلان التاني. ياخد التاني ليه؟ عشان العمولة، عشان بيدور على العمولة. فهمتني ازاي؟ بس ادي كل الحكاية. فبيدور لمصلحته الخاصة، لان بيصبح الموظف بياخد جزء، واصبحنا بقى نسمي الرشوة اسم بغير اسمها. فهمتني ازاي؟ يعني نسميها عمولة. كل استيراد الاسلحة للجيش المصري كل عمولات بالمليارات بياخدوها قوات الجيوش. فهمتني ازاي؟ وفي الاخر بياخدوا ايه؟ بياخدوا اسلحة تعبانة، موديلات قديمة، يفضوا بها المخازن في امريكا علشان يخزنوها هنا في بلادنا، وهي انواع قديمة وبالفلوس كمان، فلوس مقابل ايه؟ عمولات كبيرة كبيرة بقى بالمليارات، فساد عريض. ويسموا العمولة، يسموا الرشوة عمولة، يقول لك عمولة دي بمحض وظيفتي، ده حلال. حلال ايه يا استاذ؟ حلال ايه؟ طب ما تقعد انت ببيت امك وبيت ابوك زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال له كده، قال له هل جلس في بيت امه كان ياتيه ما كان ياتيه. ده كل ده يرجع لخزانه الدوله. عارف بقى لو العمولات دي بترجع لخزانه الدوله يبقى ملوش مصلحه شخصيه، يقوم يدور على المصلحه العامه بقى. فهو عارف ان العموله كده كده مش هياخدها، يقوم ساعتها هيختار ايه؟ يختار الاصلح، لان هو مش مستفيد، لكن كده بيستفيد. وعلشان كده ده بيبص بيوقف الانتاج في مصر، لان مفيش منافسه. هتبص تلاقي المنتج المصري ما يعرفش ينافس المنتج الاجنبي، ليه؟ لان الموظف بيفضل الاجنبي عشان العموله. تقوم المصانع تقفل، تقوم تنتشر البطاله، وده كل ده فساد عريض. فربنا ينجينا. كل دي داخل في فين؟ في عقد الاداره. شفت بقى ان مصر دي باظت عشان ما درستش عقد الاداره. والله في كل نواحي الحياه بقى، حتى علاقه الطبيب مع مريضه، والمريض مع الطبيب ومع المستشفى اللي بتعالجه، ده عقد ايجاره. لازم تحدد له السعر وعارف هيدفع ايه من اوله لاخره كل حاجه، مقابل خدمه ايه، وفلان اللي هيعمل له كذا ولا مش فلان، واخد بالك؟ كل الحاجات دي لازم دي كلها علاقه عقود. المهم، فبيقول لك هنا ايه؟ او لتبني لي كذا ثم مات الاجير فتنفسخ بموت. انا اتفقت مع مقاول معين لان ليه سابقة اعمال معين، مات المقاول ده خلاص ينفسخ العقد، اعمل بعد كده ممارسة جديدة واختار عقد مقاولات جديد خالص، مقاول تاني جديد، لانه مورد العقد، بمعنى ان المنفعة المتعلقة بعينه مورد العقد، لا لانه عاقد، لان العبرة كمان بالمنفعة اللي هي بالخبرة المعينة. فهم؟ ولو آجر عبده المعلق عتقه بصفة فوجدت تلك الصفة مع موت السيد فتنفسخ الإجارة بموته. كل دي أمثلة إيه؟ مناقضة للقاعدة اللي بيقولها لك، إن هي إيه؟ ولا تنفسخ، ولا ينفسخ عقد الإجارة بموت أحد المتعاقدين. يجيب لك بقى إمتى ينفسخ بموت المتعاقد. فاهم؟ يعني كأنه بيقول لك إلا في الصور الإيه؟ دي. فبيقول لك هنا الصورة الأخيرة دي، ولو آجر عبده المعلق عتقه بصفة فوجدت تلك الصفة مع موت السيد. يعني قال له ايه؟ أجر العبد بتاعه يخدم في المصلحة الحكومية دي او للبيت الفلاني خدمة معينة، الشهر بتاعه بألف جنيه، صاحب مالك العبد ده هو اللي بيقبض العقد الألف جنيه في الشهر لمدة سنة، وهو قايل للعبد ده انت هتبقى حر لما تخلص دراستك في كلية الطب. العبد ده واد مجتهد، سيده دخله كلية الطب، واخد بالك؟ وفضله على البكالوريوس بتاعه سنة مثلا، فراح مأجره السنة دي،
لإيه؟ يشتغل ممرض في مستشفى مثلا أو مساعد دكتور في مستشفى على ما يتخرج مقابل مرتب معين، بقى ياخد هو المرتب ده. وقال له أنت هتبقى عتيق أول ما تحصل على البكالوريوس وتبقى دكتور، أنا هعتقك لوجه الله، تبقى دكتور حر كده. كويس؟ فراحوا في الكلية عملوا نظام، بعد 6 أشهر قال لك اللي يذاكر المواد دي وخش نديله البكالوريوس. العقد احنا لمدة سنة. فراح خد البكالوريوس بعد 6 أشهر. يبقى توفرت الصفة اهي فيه. واخد بالك ازاي؟ فيبقى انفسخ العقد. لأنه بقى حر خلاص. أو مات السيد قبل ما إيه؟ مات السيد وتحققت إيه؟ الصفة بتاعته، يعني جاء مات السيد وجاء حصل على الإيه؟ البكالوريوس فتحرر، يبقى برضه يبطل العقد، لأن إيه؟ توفرت الصفة. أو قال له أنت عتيق دبر موتي، سموه إيه؟ عبد مدبر، عبد مدبر. أو أم ولد، أم الولد دي تبقى عتيقة أول ما يموت سيدها، يعني خلفت له. هو ممكن يعاشرها معاشرة الأزواج فينجب منها، يحررها أولادها، بس يحررها أولادها إمتى؟ لما يموت السيد تبقى حر. فهمت؟ فهنشوف هنا إيه الحاجات دي كلها. ولو أجر عبده المعلق عتقه بصفة، فوجدت تلك الصفة مع موت السيد فتنفسخ الإيجار، لأن هنا بموت أحد المتعاقدين، لكن لوجود الصفة لا لموت العقد. يبقى هنا العبرة مش عشان مات السيد، لا، ده علشان هو علقه بصفة وفقد الصفة دي موت السيد، فانفسخ العقد لتوفر الصفة مش لموت العقد، فكأنها مش إيه؟ مش مستثناة. فهمتني؟ لكن هي في شكلها فيها موت، لكنها مش مستثناة، لأنه هنا الإيه؟ لتوفر الصفة. انفسخ عقد الإيجار كمساعد دكتور؟ خلاص انفسخ عقد الإيجار، ما يدفعولهمش حاجة، لأنه بقى حر. واخد بالك؟ اتغيرت صفته. لكن لوجود الصفة لا لموت العقد. وكذا لو آجر عبده المدبر، قال له أنت حر دبر موتي، فمات سيده وبقى حر. أو أم ولده ومات السيد في مدة الإيجارة، فتنفسخ الإيجارة بموته لانقطاع استحقاقه بالموت، لأنه بمجرد موته بقى حر، فما بقاش يستحق الأجرة. وبموت مجرد موت إيه؟ السيد بقت أم الولد حرة، فما يستحقش الأجرة. فهمت بقى المسألة؟ لانقطاع استحقاقه بالموت، فلا حاجة لاستثناء ذلك كل من عدم الانفساخ بموت أحد المتعاقدين، وإن استثناه بعضهم منه بالنظر للظاهر بس. واضح؟ يبقى اللي فات ده كله دي فيها موت ولا ينفسخ، فهي ما تعتبرش استثناءات، لا، ده لأنها متعلقة بمعين مش بمنفعة، فلما تعلق بمعين انفسخ. فهمت بقى المسألة؟ هو ده اللي عايز يقوله الشيخ. قول أي المؤجر والمستأجر، تفسير: ولا بموت المتعاقدين، اللي هو أي المؤجر والمستأجر، ولا بموت المتعاقدين، إنما زادها الشارح لأن كلام المصنف لا يشملها لتقييده بالأحد. وقال بعضهم يمكن شمول كلام المصنف لهذه، ولعل وجه صحة أن يراد الأحد الدائر الشامل لكل منهم. يكمنه بيقول: ولا تنفسخ عقد الإيجار بموت أحد المتعاقدين. خاف لحسن تفتكر ان لو ماتوا الاثنين ما تنفسخش، قال لك برضو لو ماتوا الاثنين. فهم؟ قول: ويقوم وارث المستأجر، يقوم وارث المستأجر مقامه في استيفاء منفعة العين المؤجرة، وكذلك يقوم وارث المؤجر مقامه في اخذ الاجرة ان لم تكن قبضت. زي ما قلت لك، انا اجرت العمارة بتاعتي لشركة استثمارية لمدة 10 سنوات في الشهر ب10,000 جنيه. كويس؟ عشان تعملها مكتب ليه. جيت انا مت وحصلت انا اجار 2 سنين من ال10، ورثتي حصلوا الباقي. فهمتني بقى ازاي؟ او جاء صاحب الشركة نفسه مات، لكن الشركة مستمرة ولاده بيديروها، تستمر العقد معاهم ويدفع. فهمت ازاي؟ فنفس القصة. وكذلك يقوم وارث المؤجر مقامه في أخذ الأجرة إن لم تكن قبضت. قول: وتبطل الإيجار بتلف العين المؤجرة. دخلنا بقى في موضوع تاني،
ايه امتى تبطل الايجار العقد؟ احنا قلنا لا يبطل بموت احد المتعاقدين او كليهم. طيب امتى بقى تبطل؟ هيقول لك تبطل الايجار اي تنفسخ، وليس المراد انها تبطل من اصلها، وان اوهمه التعبير بالبطلان بل من حين عروض المانع. يبقى تبطل الايجار بعد العقد معناها تنفسخ. ليه؟ علشان تبطل في الحاضر والمستقبل وما تبطلش في الماضي، يعني الماضي تستحق الاجر. فعلشان كده كان يقول لك كان حقه يقول تنفسخ ما يقولش تبطل. فهمتني بقى كلام الشيخ؟ وتبطل الايجار اي تنفسخ بتلف العين المستاجره اي كلها. فالبطلان مقيد بثلاث قيود. الاول التلف، خد بالك ثلاث قيود، والثاني كون التلف لكل العين، والثالث ان تكون الايجاره ايجاره عين. يبقى الثلاث شروط دول هيمسك لك شرط شرط علشان يشرحه لك. قوله بتلف العين المستاجره اي كلها، فالبطلان مقيد بثلاث قيود. الاول التلف فيخرج به التعيب، اصل ممكن تتلف خالص تبقى غير صالحه للانتفاع، وممكن تعيب يعني انتفع بيها بس ابقى مش مبسوط. فهمتني ازاي؟ كما لو عرجت الدابه المستاجره للركوب، او خربت الدار المستاجره للسكنه فيثبت الخيار بذلك. والثاني يبقى الدار، انا مأجر الدار للسكنه، اتهدت الدار كلها يبقى خلاص تبطل. طب اتهد نص الايه؟ نص العقار، وانا واخد في النص التاني ما تهدش، ساكن انا في النص التاني، يبقى ما تنفسخش لان انا مستفيد برضه ساكن. حبيت ان انا مثلا يعني اغير العقد بقى اغيره، يبقى انا ليا الخيار، لكن هي لا تنفسخ بنفسها. فهمت؟ والثاني كون التلف لكل العين، يبقى التلف علشان يبطل بيه لازم يشمل العين كلها، لكن افرض ان تلفت ايه؟ حجرة في الشقة اللي أنا مأجرها، والشقة اللي أنا مأجرها أربع حجرات. جت حجرة منها راح وقع سقفها. أقفل بابها خلاص واستفيد ببقية الشقة. ممكن. فهمت؟ بس يبقى ليا الخيار هنا. لكن ما تتلفش، ليا الاختيار إن أنا أستمر أو إن أنا ما أقول لأ أنا مش عايز أعيش فيه. فهمت؟ والثاني كون التلف لكل العين، فيخرج به ما لو تلف بعضها مع إمكان الانتفاع بالبعض الباقي، كما لو انهدم بعض الدار وأمكنت السكنة في الباقي منها، فإنها لا تنفسخ الإيجار بذلك بل يثبت الخيار. فهمت؟ يثبت الخيار فقط. طالما ثبت الخيار يبقى ممكن إيه؟ أغير في العقد بقى. أقول له والله أنا كنت واخد الشقة دي أربع أوض وصالة بقت ثلاث أوض وصالة. كنا بندفع لكم ايجار في الشهر 1000 جنيه هنخصم تلت الايجار ونستمر. فهمت؟ يبقى دي معنى ثبوت الخيار، ان انا اختار ان انا استمر ب 1000 جنيه او استمر العقد اصلا او اخفضه شويه او الغيه خالص. كان هنبتدي نقعد نعمل اتفاق جديد. ادي معنى يثبت له الخيار. فهمت؟ والثالث ان تكون الايجاره ايجاره عين فيخرج به ايجاره الذمه فيجب فيها الابدال. ايجارة عين زي ما قلت لك، انت راجل ليك خبرة معينة فتوظفت في حتة معينة، واخد بالك ازاي؟ وجيت استقلت خلاص، او حصل لك عطب ما تقدرش تواظب على الوظيفة، جات له جلطة، جاله مش عارف ايه، عمل حادثة، اتكسر، ما بقاش ينزل، خلاص فهمت ازاي؟ متعينة بقى على فلان. إيجارة عين فيخرج به إيجارة الذمة، لكن إيجارة الذمة ما تبطلش في الحالة دي. ليه؟ زي ما قلت لك أنا دلوقتي قاطع تذكرة في السكة الحديد لقطر يوديني أسوان، جه القطر اللي أنا هيقوم الساعة 6 ده عطل، التذكرة تفضل في إيدي لأن هيجيبوا لي قطر تاني، أي قطر تاني يجيبوا لي. فهمتني بقى إزاي؟ يبقى دي اسمها إيجارة في الذمة غير الإيجارة المتعينة على حاجة معينة. فيجب فيها الإبدال لتلف او تعيب. انا دفعت تذكره للسوبر جيت وديني اسكندريه، شركه السوبر جيت دي عندها 20 30 اتوبيس مشغلاهم على الخط، انا مش مختار اتوبيس معين، جال اتوبيس عطل في طنطا، نفضل قاعدين الشركه تبعت لنا اتوبيس يكمل لنا المشوار بنفس التذكره.
فهمتني؟ لأنها إجارة في الذمة، إجارة في الذمة، فهمت بقى المسألة؟ فيجب فيها الإبدال لتلف أو تعيب، ويجوز مع سلامته منهما برضا المكتري، يعني من مع ويجوز عقد الإجارة مع سلامته من التلف إيه أو التعيب برضا المكتري، لأن الحق له بخلاف إجارة العين، فلا يجوز فيها الإبدال. وهذا معنى قولهم لا يجوز إبدال مستوفى منه لأنه معقود عليه، ويجوز إبدال مستوف كراكب وساكن ومستوفى به كمحمول من طعام وغيره، ومستوفى فيه كالطريق بمثل كل منها أو بدونه، اللي هو أقل بمثل كل منها أو بدونه، المفهوم بالأولى لا بما فوقه اللي هو بدونه، لا بما أعلى منه، يعني إيه محمول؟ يعني أنا ممكن أن أنا أتفق مع السكة الحديد توصل لي 10 كيلو قمح مقابل الكيلو كذا، هتوصله لي الصعيد بكامل الحمل ده بكذا، دفعنا كذا، فما جبت لهمش قمح، جبت لهم ذرة، أجل جبت 10 كيلو خلاص، فهمتني بقى ازاي؟ أو جبت لهم 8 كيلو بدوني، تمشي من باب أول، ما أنا دافع أكتر، أنا اللي خسران بقى، ما يجراش حاجة، فهم؟ لكن ما ينفعش أتفق على 10 كيلو أحط لهم 30 كيلو أو 20 كيلو أو 11 كيلو، فهمتني بقى ازاي؟ لا بما فوقه. فتلخص أنه يجوز إبدال المستوفى والمستوفى به والمستوفى فيه، يعني ممكن المستوفى فيه اللي هو الطريق اللي هيوصلنا لإسكندرية، ماشيين في الطريق الصحراوي لقينا فيه تصليحات، وأنا أصلا قطع التذكرة مع السوبر جيت توديني إسكندرية، فالراجل بتاع السوبر جيت راح محول من الطريق الزراعي الصحراوي راح على الزراعي وداني إسكندرية، ينفع؟ ينفع، ما يجراش حاجة، فهمتني بقى إزاي؟ لأن أنا مش متفق معاه على الطريق فلان بالذات، أنا عايز أروح إسكندرية وخلاص، إن شاء الله يوديني بقى في البر ولا البحر. لا انت متفق في ساعة معينة انك انت يقوم بيك الساعة كذا، وبعدين ايه داخل في هذا العقد بقى امور بتحصل بالذات في موضوع الطرق خارج عن ارادته، هو مسؤول بقى انه يوصلك بدون ما يأثر على قدر طاقته، لا حاجة خارج عن ارادته في تصليح بالطريق، ما تقولوش بقى اديني بتاع انت اخرتني ساعتين، لان هو يده يد امانة الا لو كان متعدي، فهمتني؟ هنا مش متعدي، دي امور خارجه عن ارادته، فهمتني بقى المساله؟ فتلخص انه يجوز ابدال المستوفى والمستوفى به والمستوفى فيه، ولا يجوز المستوفى منه الا في اجاره الذمه، فيجب الابدال لتلف او تعيب، ويجوز مع عدمهما برضا المكتري، ويجوز مع عدم وجود دول ابداله برضا المكتري، يستاذنك انا والله ركبتك السيارة الفلانية هتوديك اسكندرية، يجي يقول لك يا جماعة معلش السيارة دي احنا كنا ايه اتفقنا مع شركة سياحة هتروح الغردقة النهاردة، يا جماعة انزلوا اركبوا في العربية، يجي واحد من ضمن الركاب يتخانق يقول لا انا العربية دي هي دي اللي عجباني، يقول له خلاص رجع تذكرتك، التاني يوافق خلاص يركب، فهمت بقى المسألة؟ بس برضا المكتري، يعني برضا ايه المكتري، يعني عجبه خير، ما عجبوش والله رجع تذكرتك خد فلوسك مع السلامة روح الشركة التانية، فهمتني بقى المسألة؟ قولك انهدام الدار اي كلها كما علم مما تقدم، ولم يقل الدار المعينة، خد بالك انهدام الدار وخلاص، ما قالش الدار المعينة، لان لو دار معينة انا مأجر في العمارة الفلانية في الشارع الفلاني جت اتهدمت دي، انفسخ عقد الايجار لان انا عايز الدار الفلانيه اللي في الشارع الفلاني، فهمتني ازاي؟ انهدم الدار خلاص، ما ينفعش بقى انا مأجرها في المقطم يقول لي انا عندي بدلها عماره في العمرانيه ما تاخد شقه فيها، يا سيدي انا مش عايز اسكن في العمرانيه، انا كنت عايز اسكن في المقطم، يبقى انفسخ العقد بيننا واروح ادور على شقه ثانيه في المقطم، فهمت؟ يبقى هنا، لكن لو هو عامل دار مثلا لمكتب مثلا لمكتب يؤدي مهمة معينة مثلا يقوم على رعاية الأيتام
وانت راجل قاعد بتقوم على مؤسسة رعاية الايتام واخد الدار دي في المقطم ودار تانية مش عارف هنا ودار هنا ودار هنا وبتشتري، جات الدار دي انهدمت ممكن يبدل لك في اي دار تانية لان انت مؤسسة. فهمتني بقى ازاي؟ يبقى تختلف عن حاجة معينة لمعين وحاجة تانية لغير معين. فهمتني بقى المسألة؟ ليه؟ ابدا صورتها واضحة. انت عايز تسكن في المانيال واجرت في شقة في المانيال وجت انهدمت الدار دي، ينفع يديلك بدلها شقة في الهرم؟ خلاص ما تنفعش. لكن انت ما يفرقش معاك الحي، انت عايز شقة وخلاص بتأدي وظيفة معينة فيها. فهمتني ازاي؟ لكن ما يفرقش معاك العنوان، يبقى ليك انك انت يبدلك في حتة تانية بس باختيارك. فهمتني بقى ازاي؟ قولك انهدام الدار اي كلها كما علم مما تقدم، ولم يقل الدار المعينة كما قال موت الدابة المعينة لما تقدم من ان ايجارة العقار لا تكون الا ايجارة عين، لان العقار لي عنوان ولي شارع ولي حي وكل ده فيها اختيارات. ولو كان الانهدام بفعل المستأجر انفسخت الايجارة برضه. افرض هو نفسه اللي هدها المستأجر، تنفسخ برضه الايجارة. وتكون هذه الصورة مستثناة من قولهم من استعجل بشيء قبل أوان عوقب بحرمانه، فإنها قاعدة أغلبية. في قاعدة من استعجل بشيء قبل أوان عوقب بحرمانه، عشان كده قلنا القاتل لا يرث مثلا، مثالها كده. هنا المستأجر هدم العقار اللي مأجره هو نفسه. فهمتني ازاي؟ المفروض اننا نقول ان هو يحرم من ايه؟ من الانتفاع بيها بقى. نقول له لا ما تنفسخش. وعلشان كده بيقول لك ايه؟ ولو تنفسخ الايجاره هنا، ولو كان الانهدام بفعل المستاجر انفسخت الايجاره لو كانت بفعل المستاجر. ليه؟ واللي هيحرم هنا، اللي هيحرم هنا مين؟ لا، اللي هيحرم هنا المالك. اللي هيحرم المالك من الايجاره، ما هو المالك هو المنتفع من اجره الايجاره، المالك مش اللي هيحرم المستأجر. علشان كده خلفة القاعدة عقبة بحرمانه، فاللي هيحرم هنا مين؟ المالك اللي هو المؤجر اللي هو ما هدمش الدار. طب والتاني اللي هدمها؟ خلاص بس يدفع ثمن الإفساد، لأنه طالما هدمها وكانت إيده عليها يد أمانة وهو تعدى يبقى يدفع التعدي وينفسخ العقد. يدفع التعدي يعني يصلحها زي ما كان ومع السلامة أمشي. فهمت بقى المسألة؟ وموت الدابة المعينة بخلاف الدابة المؤجرة في الذمة. أنا أجرت عربية بي إم دبليو موديل السنة دي فول أوبشن مش عارف إيه مواصفاتها كذا 300 مش عارف 75 إيه ولا مش عارف 100 إيه، الحاجات اللي هي ماركة معينة، عربية معينة عايزها، لونها أسود كمان، إزاز في مين وليها ستاير شغلانه يعني، انا ما اجرها منه العربيه دي. كويس، جت العربيه دي تلفت ما يدينيش بدل خلاص. فهمتني ازاي؟ لما تتلف العربيه لان انا هي دي اللي انا عايزها، ما تدينيش بدل عربيه حمراء، انا كنت عايز عربيه سودة، ما تدينيش عربيه ازازها مش في مين، انا عايزها ازاز في مين، علشان انا هيئه دبلوماسيه مثلا وراجل كده ايه والتقيل، الواد التقيل بيحب الحاجات دي مثلا، ليه مواصفات معينه في حاجاته. فهمت بقى المساله؟ فادم اختار دبه معينه، دبه معينه زي جمل بسنامين، زمان كان اسمه بختيه عشان لما يركب يركب هو ومراته وراه، يبقى ليه سنم هو راكب عليه ومراته راكبه على السنم التاني، يبقى زي عربيه ليها بابين. كان زمان جاء ما ينفعش بقى لما الجمل ده يموت يجيب لي جمل بسنم واحد. فهمتني ازاي؟ ما ينفعش. وهكذا يعني كل عصر ليه الامثله بتاعته، لكن انت المهم تفهم القواعد وبعد كده انت تطبقها على اي عصر واي بلد واي عرف، سهلة بعد كده. وبطلان الإيجارة بالنظر للمستقبل. نقف هنا كل مرة، بنقف قبل ما بكون الحتة اللي احنا ايه عايزينها، عشان بنقعد نديكم امثلة كتير مش بتفهمها انت بسرعة، اعمل ايه طيب؟ اصل احنا بنقرا الكتاب عقد الايجاره من 200 سنه. فهمتني ازاي؟ عارف بقى لما تكتب انت عقد ايجاره بقى بتاع النهارده اليومين دول هتلاقي بقى نفسك تقول الامثله كل الناس بقى عايشاها.
كل الناس عايشاها. فمش هتجيب سيره بقى العبد المدبر ولا ام الولد ولا الدابه مش عارف ايه والحاجات دي كلها بقى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك واليك. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله، وجزاكم الله خيرا.